خطر جديد يحدق أمام العراقيين، الفطر الأسود كابوس يخيف المواطنين في النجف، التي أكدت دائرة الصحة فيها خلو المحافظة من الإصابة به لغاية الآن، على الرغم من وجود تسريبات غير رسمية كشفت عن وجود إصابات بهذا المرض غير معلنة. حقيقة موقف دار صحة النجف الأشرف لم تسجل لحد الآن أي حالة بمرض الفطر الأسود. الحقيقة احنا ارسلنا لكل المؤسسات الصحية، ارسلنا انهم ملفات خاصة واستمارات خاصة لغرض يعني تثبيتها في حالة وجود اي حالة اشتباه في هذا المرض او حالة مؤكدة، وهذا طبعا راح يكون يثبت تسجيلها وترسل الى وزارة الصحة. حاليا بالنسبة لمحافظة النجف الأشرف لحد الان لم تسجل اي اصابة. التقيد بالوقاية وتعزيز المناعة فضلا عن عدم التهاون بتلقي اللقاحات المضادة لكورونا إجراءات من شأنها منع الإصابة بالفطر الأسود، يقول أطباء أكدوا أن هذا المرض غير معدن وأن انتقاله يكون لضعيفي المناعة من مصابي الفيروس، إلا أن خطره على الحياة يمثل تهديدا حقيقيا على الإنسان. مرض فطر يصيب الناس مصابين هبوط المناعة وخاصة مرضى السكري. الحقيقة الإصابة بكوفيد عند المرضى المصابين بالسكري تؤدي إلى هبوط أو اضطراب مناعي شديد. احنا بالنسبة لنا أهم شيء الكشف المبكر عن هذا المرض، لأن هو المرض يعني هو فطر يصير عنده هبوط مناعة، ما ممكن أن تعرف أنت هذا المريض اللي راح يصاب أو ما يصاب، ولكن أهم شيء الكشف المبكر باعتبار أن هذا المرض يحتاج إلى تدخل جراحي بالإضافة لعلاج الأدوية. من تكون أنت محتمي ومتكون مبتعد عن التجمعات ومتكون أنت بعيد كل البعد عن الأماكن الفيروس، راح تكون تدخل بداخلك يعني في العامل النفسي أنه أنت بعيد كل البعد عن الفيروس. هذا الجانب الأهم اللي يشكل لنا احنا صراحة، وإحنا ننصح المواطنين من خلال قناتكم أنه يبتعدون عن التجمعات. وبعد تسجيل وفيات بالفطر الأسود وإن كانت قليلة بعموم البلاد، لا يستبعد النجفيون وصول ذلك لهم في وقت تخوض فيه المؤسسات الصحية حربا ضروسا ضد الوباء التاجي. من النجف محمد رزاق، التغيير.